معالي الأمين العام، سيادتك التقيت بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة الآن، فماذا دار في هذا؟ والله تحدثنا عن الأوضاع في العالم العربي، كان التركيز لحد كبير على الوضع في سوريا وكيفية البحث عن مخرج لهذه الأزمة، وأن جميع الطرق وجميع الأبواب التي طرقت لم تؤدي إلى شيء. وتحدثنا عن دور مجلس الأمن وعن الدور الذي سوف يقوم به السيد الأخضر الإبراهيمي، وأبذل الأمين العام اهتمام شديد جدا بهذه الموضوعات، وسوف نتقابل مرة أخرى هو والسيد الأخضر الإبراهيمي. هل هناك أي مقترحات جديدة من الجماعة العربية بالنسبة للأزمة في سوريا؟ المقترحات لم تتغير من يوليو 2011، وقف إطلاق النار، إطلاق سراح المعتقلين، إصلاحات سياسية حقيقية. الآن لم نعد نتحدث عن إصلاحات سياسية، بل عن مرحلة انتقالية وتغيير النظام، بحيث يأتي نظام يحقق ما يتمناه الشعب السوري، تطلعات الشعب السوري. لا يوجد جديد تحت الشمس، كررها مرة أخرى، لا يوجد جديد تحت الشمس. كل العناصر موجودة وكل العناصر تبقى بحثها، والمفروض الآن المطلوب التنفيذ. فجزء من حديثي مع السكرتير العام كيف يطلع مجلس الأمن وبالذات الخمس دول دائمة العضوية بمسؤوليتها حول هذا الموضوع. معالي الأمين العام، المنطقة العربية تتغير بعد الربيع العربي الآن، وهناك دورة جديدة للجمعية العامة، فما هي أجندة الجامعة العربية في هذه الدورة؟ الجامعة العربية القضية الأولى أمامها هي فلسطين. هذا العام سوف يشهد إن شاء الله تقدم، الرئيس محمود عباس يعتزم أن يطلب أن يؤكد مرة أخرى أن فلسطين تستحق أن ويجب أن تكون دولة دائمة العضوية، لكن حتى يتم ذلك فهو على استعداد لقبول شيء أقل من دولة دائمة العضوية، هو دولة مراقبة. من جهة أخرى هناك اهتمام شديد لموضوع الأسرى، وسوف تكون هناك قرارات تقدم في هذا الموضوع. لكن أرجو أن أنتقل إلى موضوع آخر، وهو الأزمة التي تمت في المرحلة الأخيرة، التي وقعت في المرحلة الأخيرة إثر الفيلم المسيء، الفيلم الذي يخجل شخص أن ينظر إليه، وأنا طبعا لم أنظر إليه. ولذلك هناك مبادرة من الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وهذا هو جديد، لإصدار بيان وقرار حول هذا الموضوع وإدانته، وأكثر من ذلك إبداء الاستعداد لعمل خطوات أخرى. وفي ذهننا أن لابد أن تكون هناك اتفاقية ملزمة لجميع الدول تمنع أي شيء فيه ازدراء أو إهانة لأي دين من الأديان. شكرا. مع الأمين العام، هناك اجتماع العربي اللاتيني والذي سيعقد في بيرو، يعني ما هي أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع؟ هو اجتماع عربي اسمه عربي مع دول أمريكا الجنوبية، أصلا عندهم تجمعات مختلفة، ده أمريكا الجنوبية. هذا موضوع هام الحقيقة، لأن دول أمريكا الجنوبية هامة من عدة أمور. أولا هناك جاليات عربية كبيرة جدا في هذه الدول، هناك اهتمام من هذه الدول بالمشاكل العربية، مهمة لنا فيما يتعلق بالحصول على الأصوات في مختلف المنظمات الدولية، وده قمة، الاجتماع ده على مستوى قمة، وهناك رؤساء دول من الجانب العربي ومن الجانب الأمريكا الجنوبية، وإن شاء الله يتحقق هذا الاجتماع. شكرا جزيلا. Welcome to the land of the golden pharaohs and the legendary valley of the kings. Welcome to old Cairo, where Jesus Christ found refuge, and Mount Sinai, where Moses received the Ten Commandments. Welcome to our beautiful Red Sea resorts and the romance of the Nile.
Welcome to the holiday of a lifetime and 7,000 years of astonishing history. Egypt, welcome to our 7,000.